هذا الحاج فايز ابو مفوض من الغاب، ليش تعرف زراعة الخضرة البذنجان والفليفلة ولا وما يشبه ذلك؟ اجينا لهنا خيو ما بشي ارض قاحلة، قمنا شدينا العزمات شوي وزرعنا شي 10 15 متر خضرة، فجلايات، بقدونسات، نعناعات، سلقات، سبانق اخيو، تومات، نعناعات وبهالشكل هذا اخيو. وبعدين اخيو جواريني عندهم ما عندهم هالشغله هاي، يعني عندي اعطيهم 5 جوارين اعطيهم اخيو يجون يحتاجون من قلاء هالمعيشه هاي وشغلات وكذا، يعني هاي الزارح الان يحتاج للحمه لكل شيء اخيو. وبعدين هذن ودن تعب رش مي وسماد وركاش وحش لحتى يصير بهالشكل هذا يعني. اي والله الموفق، اي والله. واخر شيء اخي عندي هين وردات اخيون نستمتع بيها نتفرج عليها كويسات ومرتبات بشهر رمضان الفضيل. اي والله، يعني اذا بدي اشتري الحز بقدونس مثلا بليره او ليرتين، النعناع بليره بليرتين اخيو، الفجر مثلا كذاك الامر، الثوم اخيو، سبانق السلق عندي سلق كمان اخيو، ما اقدر اشتري يعني بالشغلات هاي. شهر رمضان وده خضره اخيو، وده يحتاج جبر الواحد اخيو يشكل برمضان. ايه وانا زارع هين وريد مشكل اخيو، باكر اخي برمضان اخيو الواحد يتسلى ويتفرج عليها، المنظر حلو بشهر رمضان.